يقول صياد سمك يابانيون أن رجال الساموراي الهايكي لا يزالون يجولون في قاع ببحر الجزر اليابانية حتى الآن، ولكن على شكل سرطانات. وفعلا يوجد هناك على ظهور بعض السرطانات أشكال غريبة ونقوش تشبه وجه الساموراي، ولا تؤكل هذه السرطانات إذا اصطيدت، بل تعاد إلى البحر احتراما لذكرى الأحداث الكئيبة في معركة دانو أورا. كيف يمكن أن يحفر وجه الساموراي على الدرع الذي يغطي جسم السرطان؟ يوجد بين السرطانات شأنها شأن البشر الكثير من الخطوط الموروثة المختلفة، ولنفرض أنه ظهر بالمصادفة بين الأسلاف البعيدين نموذج يشبه وإن قليلا وجه إنسان ما على درع سرطانات. إن صيادي الأسماك قد يرفضون أكل مثل هذه السرطانات ويعيدونها إلى البحر. وإذا كنت أنت سرطانا وكان درعك عاديا، فإن الناس سوف يأكلونك، وبالتالي فإن نسلك سيقل. أما إذا كان درعك شبيها وإن قليلا بوجه إنسان ما، فسوف يعيدونك إلى البحر، وبالتالي سيزداد نسلك. ومع تتالي الأجيال لن ينجو من الصيد سوى السرطانات ذات الدروع المشابهة لوجه الإنسان، ويصبح هناك دروع بوجوه مختلفة. وفي تلك الحين فإن السرطانات ذات الوجوه التي تشبه وجه الساموراي نجت من الموت بنسبة أكثر من سواها، ولم يعد هناك سرطانات تحمل وجه إنسان أو وجه إنسان ياباني، ولكن فقط سرطانات تحمل وجه الساموراي الشرس والعابس. ولم يكن لذلك كله علاقة بما تريده السرطانات، فالانتقاء مفروض من الخارج. كلما ازداد شبهك بالساموراي أصبح احتمال نجاتك أكبر. تسمى هذه العملية بالانتقاء الاصطناعي